عايزين نشوف انا عندي مشكله مع زوجي ما يستحب فعله ده انك تكلمنا على ثاني عندي انا عندي سؤال بعد الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الاول لما انا ادخل اصلي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، مشاهدي قناة طيبة الفضائية ومستمعي إذاعة طيبة FM 103. هذه حلقة جديدة من برنامجكم ديوان الإفتاء، ويسعدنا يكون ضيفا معنا في هذه الحلقة فضيلة شيخنا الكريم الدكتور محمد الأمين إسماعيل حفظه الله ورعاه، نفعنا الله عز وجل بعلمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عبركم حي كل الإخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا. أكرمك الله شيخ الكريم، ونحن من بعد غيبة طويلة، وكان الحلقات الماضيات أن نستثمر أو نستغلها في من قطع من حديث، ولكن هذه البداية شيخنا الكريم نريد أن نستهلها بموضوع مهم. أولا نطلب منك عفوا وصفحا، أننا قصرنا في حقك شيخ الكريم في الفترة الماضية في لحظات المرض والسفر. حياكم الله، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عودا حميدا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يعفو عنا جميعا. أمين يا رب العالمين. هذا عفو طلبناه من شيخنا الكريم نيابة عنكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، وكما عهدناه دوما شيخنا الكريم حفظه الله ورعاه. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، يقول الشافعي عليه رحمة الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. شيخ الكريم، العفو هل هو الأصل في الإنسان، أم أن الإنسان بطبعه يميل إلى أنه لا يصفح ولا يعفو ويمسك في نفسه؟ الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه وخيرة أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام. لا، الأصل في الإنسان أحضرت الأنفس الشح، هذا هو الأصل في الإنسان. عجيب. نعم، الأصل في الإنسان أن الإنسان خلق هلوعة، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. الأصل في الإنسان حملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. جهولا. نعم، إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لكفور مبين، وإن الإنسان لظلوم كفار. فهذا هو الأصل في الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يأتي الإسلام ليؤدب ويهذب الناس، وجاءت الأديان من الله سبحانه وتعالى ليهذب هذا الإنسان. ولذلك إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. نعم. فالصلاة تهذب وتربي وتمنع عن المنكر، إن صلاته تمنعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له عيوب شخص قال إن صلاته تمنعه، ففعلا الصلاة تمنع وتهذب الإنسان. والدين كذلك، عندما يتذكر إنسان أن الأجر عند الله عظيم والثواب كبير، عشان كده جاءت التوجيهات، جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بالعفو والصفح، وجاء الترغيب الشديد لذلك، وأن يكفي أن من عفا وأصلح أجره على الله، وأنه يحب الله، وأن الله عز وجل يعفو عنه، واللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه. نعم. نعم. نريد أن نأخذ هذا لكن بشيء من التفصيل شيخ الكريم، ولكن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشجع عبد القيس عليه. نعم. تقريبا إن فيك خاصتين يحبهم الله. نعم. الحلم والأنا. يحبهم الله ورسوله صلى الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الصفة جبله الله سبحانه وتعالى عليها. نعم صحيح. هل هي خاصة له أم لا؟ هي ما خاصة، لكن من ناحية مهمة جدا، إنه نعم. ما في إجابة غير كده، يعني غير التي أجابها النبي عليه الصلاة والسلام، ما في خيار للإجابة. يعني ما هو قال لي هل قال لي يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا، فقال لي هل الخصلتين ديل يعني أنا يعني جبلت ربنا جبلني عليها ولا أتخلقت بهم؟ فأي سؤال زيداء في خير، خصلة خير، الإجابة واحدة، إنها من الله. الخير كله من نعم الله. الخير منك وإليك، والشر ليس إليك. سبحان الله. فما في خيار أصلا للإجابة غير كده. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له بل جبلك الله تعالى، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فزاد خصلة الشكر لله كذلك على الخصلتين، وهي طبعا خصال حميدة، وأي خصلة حميدة في الإنسان أو خصلة حميدة في الإنسان، الله عز وجل هو الذي وفقه لذلك، والله هو الذي هداه لذلك، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهو طبعا يعني الحديث من أوله للمشاهدين، يعني هذا الرجل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام أداه مكانته، فهم جو من بعيد جدا ومن مناطق بعيدة من مضر، ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم شوق انه يحصلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لحد ما وصلوا المدينة.
ومجرد ما علموا المسجد مكان المسجد مشوا على المسجد وعلموا انه النبي عليه الصلاه والسلام داخل المسجد فجروا كلهم جروا داخل المسجد بهيئتهم. يتخيل بالطريقه دي خلوا بهايمه ويبلوا الرجل ده هو الزعيم هو المفروض يتقدمه ولكن ما منعهم لانهم متشوقين للرسول عليه الصلاه والسلام انه يلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهفه والشوق دفعهم نعم. نعم تحدهم للنبي عليه الصلاه والسلام فهو قام عمل شنو ربط الابل كلها بتاعته سبحان الله بعد ما ربط الابل كلها عنده غيار شايله معاه وسال الناس عن مكان يغتسل فيه سبحان الله فمشى هم كلهم خشوا بترابهم بغبارهم وهو خش نظيف ومتطيب ومتعطر وسلم وجلس حيث انتهى به المجلس مع انه هو سيد القوم فبعد ما سمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام وكلهم طبعا بحماس شديد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تبايعوني على يعني عنكم وعن اهلكم عن اهلكم هناك باقي لها في البلد نعم. فهو رفع يده للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اما عنا فنعم نحن والله نبايعك على انفسنا لكن احنا ما بنقدر نضمنه ولا نظن الا خيرا يعني ظننا بهم انه حيوافقوا لكن ما بنقدر ناخذ عهد قدر ده كده يعني دي مبايعه بيعه دي نعم فاعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم به يعني اعجابا شديدا وداه الشهاده دي صلى الله على رسول الله صحيح سبحان الله يعني الان هو ضمن لنفسه ولكن الوكاله ايوه ايوه ما هي دي بيعه معنا في الذمه هي بيعه طبعا سبحان الله طيب شيخ الكريم وما زلنا في هذه المواقف في في في, في العفو الناس كلهم يذكرون موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الى مكه بعد ايذاء قد امتد الى اكثر من 20 عاما نعم. ما تظن اني فاعل بكم قالوا اخ كريم واخ كريم عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتمل من اذى من اهل قريش سواء كان في مكه او بعد ان هاجر الى المدينه وجاء راجعا الى مكه مره اخرى الان اكثر من 20 عاما النبي صلى الله عليه وسلم يختزل كل هذه المرارات وهذا الايذاء في اذهبوا فانتم الطلقاء نعم كذلك في احد اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون عجيب وكذلك لما راجع من الطائف ليس موقف واحد يعني نعم. مع من كل المواقف بل الرجل الجذب النبي عليه الصلاه والسلام وبيعامل الناس يعني بالقدر فهم الواحد وعقل الواحد يعني لما جذب النبي عليه الصلاه والسلام الجذبه الشديده لحد ما احمركت في الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي خليك من جذبه شديده يعني بس مجرد المسكه زي دي يعني ومع اصحابه صلى الله عليه وسلم وهو المبجل والمعظم عليه الصلاه والسلام لكن تبسم رغم انه المساله حرقته يعني ما سهله لكن الاعرابي من الباديه قال لي اعطني من مال الله فان المال مال الله ليس مال ولا مال ابيك ولا مال امك نحن الشيخ الكريم لما تسمع كلمه ابوك وامك دي خلاص كده يعني هو اسعى جاب ابوه وامه هنا شنو يعني ذاته يعني قال لي ان المال مال الله ليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك فعمر قال لي يا رسول الله اضرب عنقه هذا المنافق قال لي لا والله يا عمر ما ليس بي منافق ده ما منافق ولا يعرف النفاق ذاته يعني كان قلت له النفاق شنو ما عرف النفاق معنى النفاق قال لي يا عمر والله ما قال الا حقا والله المال مال الله سبحان والله الله. المال ليس مالي ولا مال ابي ولا مال امي شوف بعد ذاك اداه يجزيك قال لي لا يجزيني لا جزاك الله خيرا يعني كان جلفي جدا الرجل ده وزاده وناداه بغادي هذه طبيعه في هذا الرجل ايوه في طبيعه في هذا الرجل نعم. من بدا فقد جفا عند الترمذي قال النبي عليه الصلاه والسلام من سلام. من 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 بدا فقد جفا يعني ما كان القصد انه يستفز النبي صلى الله عليه وسلم او يختبر النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 ما لا في الجاي يختبره زي اليهودي نعم قال لي اعطيني حقي في انكم بنو عبد مناف قوم مطل انت واهلك كلهم قال لي بتماطلوا الناس وتاكلوا حق الناس يا الله للنبي عليه الصلاه والسلام فعمر لما اشتد الغيظ وده يهودي كمان اراد ان يضربه قال لي لا يا عمر كان الاولى ان تامرني او تذكرني بحسن الاداء وتذكره بحسن الطلب يا عمر انت خليك منصف قال له يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام خذ ده يهودي يعني سبحان الله يعني خلق النبي عليه الصلاه والسلام ما في اخلاق بالدانية ابدا والله ممكن الانسان يدري نفسه يصل لهذا الخلق والله يا اخي بس تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح يعني دي الله اعلم ما بتلقى في بشر يعني هو اول حاجه اليهودي ظالم والنبي عليه الصلاه والسلام ما ماطله وهو جاي يمتحن والامتحان يا اخي انت قدام الناس ما بتقبله ومن يهودي كمان ويهودي محتقر يعني اصلا يعني وقال لي الدين حقي انت واهلك كلهم بتاكلوا حق الناس بتماطلوا الناس
قال له لا اديه يا عمر انت ذكرني انا حسن الاداء اسالني قول لي انت الزول ده اخرته وحاصل عليه شنو ادي له حقه وذكره حسن الطلب. قول لي يا اخي ما بطالبه كده الزول عنده حق ما بطالبه بالصوره دي يعني يعني انت كان واحد در حقه في جيبك جاك بالاسلوب ده حتقول لي يا اخي ما عندك حاجه ما بديك ما بديك ذاك امشي. لكن فده امتحان كان والنبي عليه الصلاه والسلام واسلم اليهودي عجيب سبحان الله. لكن الاعرابي ديك طبيعته ديك طبيعته واداه بعد ما اداه بيوره هناك قال له جزاك الله خير اخ وعشيره. قال لي انت يعني احسن اخو اخواني انت اخو اخواني يعني وانت تساوي عشيره كامله. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لي ان اصحابي وجدوا شيئا اصحابي زعلانين منك كلامك السمح ده تعلقوا قدامهم عشان ما تمشي عشان يلطف الاجواء أيوة عشان هو ذاته أيوة عشان تشوفوا الزول ده يعني عنده كلام سمح ما بس شفتوا منه وش معين شوفوا الوش الثاني ومشى وقال له يا عمر لا ترين من أمر ما يا عمر لو تركتك دونه فقتلته ودخل النار لو ماد على الحاله دي خش النار ما كان حيكون اسلم ايوه ما حتى الاسلام يكون يختم له باساءه للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام باسلوب زي ده كان ماد على كده ما دخل النار حتستفيد شنو انت يا عمر لو هو دخل النار. قال له يا عمر الرفق ما كان في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه سبحان الله يا عمر لترين من امر هذا الرجل عجبا انتظر. بعد فتره جاء الرجل شايل لي رايه بيضاء وسايق الامه دي كلها معه يا الله مشى لقبيلتي قال لهم يا قوم امنوا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. امنت القبيله كلها بعدك اي حته جيوا عليها اي حله جيوا عليها دخلوا معاهم في دين الله سبحان الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام صلى بالناس صلاه العصر في المسجد اذا بضوضاء بره جوط المدينه بره فيها جوط ضجيج فقام النبي عليه الصلاه والسلام فنظر لقى المدينه سواد بشر ما لهم حد ولقى صاحبنا شايل لي رايه بيضاء ماشي قدامه في مقدمتين ايوه في مقدمتهم سايق البشريه دي كلها وراه. تعال يا عمر قال له انظر الى صاحبك شوف الدار تقتلك به العائله وجاب لك شنو وورد انه نزل قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان يعني ده كان في اخر عام الوفود جاءت هذه الوفود يقودها سبب خلق الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام صفح النبي عليه الصلاه والسلام عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أكرمك الله شيخ الكريم حينما نقف مع قول الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو هل العفو مقصود بهذا ولا لا العفو إلا تفسير إشاري إلا الإشارة لكن العفو هنا المقصود به ما زاد عن الحاجة ما زاد عن حاجة الناس حاجتك أنت الزيادة أنفقها يعني ده يبقى زي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد. قال فذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الفضل حتى رأينا أنه لحق لأحد منا في الفضل. فهنا ده معناه العفو الحاجة الزايدة عن حقك أنفقة الحاجة ما محتاج لها أنفقة هي أصلا سبحان الله ما محتاج لها لكن الإنسان محتاج يذكر ابن آدم ده ما دار يجمع 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 يحب الجمع الجموع والمنوع وقال انفق الزايد. يلا التفسير الاشاري يسالونك ماذا ينفقون قل العفو برضه اشاره انه الزول يعفو عن الناس زي ابي ضمه نعم او ابي ضمه كان النبي عليه الصلاه والسلام امر الناس ان يتصدقوا فقال يا رب انا ما عندي حاجه اتصدق بها لكن تصدقت بعرضي يعني شنو صدقت يعني عفيت اي زول لي وعلي حاجه انا عفيت عنه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام قبل الله صدقتك صلاه الصبح ناداه ما كلم الناس بينه وبين الله سبحانه وتعالى بينه وبين الله بالليل مشى بالليل يبكي ما الناس لما قال لهم صدقوا اي زول صدق والمنافقين قاعدين يترصدوا الناس جاب قروش كثيره قالوا ده مرائي يا عبد الرحمن بن عوف جابوا قروش كثيره قال ديل ديل ري قال شوفوا الرياء شوفوا شغل الرياء عينوا الرياء واحد جاب تمر بسيط النبي عليه الصلاه والسلام قسمه على الناس قالوا ان الله غني عن صدقه هذا عنده جاب ليش شنو ده حس دي فائدتها شنو كان اصلا فيها فائده كان خدتها مع الاموال النبي عليه الصلاه والسلام وزعها في الحال الذين يلمزون المطوعين ايوه رب نزل فيهم الذين يلمزون المطوعين لا الدفع كثير ناجي منهم لا الدفع شيء عشان كده ما تشتغل بالناس
حاجه زي دي ما تجي، اشتغل بالله سبحانه وتعالى بس. يعني ما بالضروره اقول لزول انا عافي عنك، يعني مثلا ابو ضمضم هذا او ابو ضمضم. لا ايوه لا طبعا هو ما شرط يعني في عفو الانسان عن اخيه ما شرط يبلغه، لكن البلاغ جميل يعني. وبعدين الانسان استرضاك رضيه، من استردي فلم يرضى فهو شيطان، الشافعي قال. الحمد لله ما بقى حديث شيخ. لا لا ده كلام الشافعي والله تعالى، من استردي فلم يرضى فهو شيطان. في ناس نسبوا للشافعي قال من استردي فلم يرضى فهو حمار، لكن الشافعي ما قال، انه قال لا الشافعي قال الثانيه. يا سلام. الشافعي قال من استردي فلم يرضى فهو شيطان. فجاء قالوا الشافعي قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. قال انه قال لا ما قال كده. ما يدعو اليه. لا لا ما قال كده. قال من استغضب فلم يغضب فهو شيطان. اللي بيردوه ما يعني ما الثواب عظيم يا شيخ عاصم. يعني الواحد لما يشوف الحافز الكبير، في حديث جاء عند الطبراني في الاوسط، وعند جاء عند ابن ابي حاتم في التفسير، اورد ابن كثير كذلك في التفسير، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة، جاء عن عبادة بن الصامت، أبي بن كعب، كعب بن عجرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من سره أن يرفع الله قدره وأن يشيد بنيانه فليعفى من ظلمه، وليعطي من حرمه، وليصل من قطعه. دي الدرجة العالية. ثلاثة، يعفو عن من ظلمه. نعم. ويعطي المنع من منعه، ويصل من قطعه. ثلاثة حرارات الشيخ. أيوة دي الدرجة العالية. حتى ورد في بعض الآثار أن جبريل أمر بها ووصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لي أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك أو منعك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من أساء إليك. دي الدرجة العالية، ودي بتدخل في خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذي العفو. خذي العفو. أي خذي العفو. بعدين لاحظ لي خذي العفو دي. نعم سبحان الله. يعني مش يعني أنت فتش العفو ذاته. فتش الحاجة تخليك تعفو عن الناس. أخذهم الربا وقد نهوا عنه. عجيب. الله ما قال أكلهم الربا. أخذهم يقننوا له ويضبطوه ويحللوه. أخذهم الربا وقد نهوا عنه. سورة البقرة أخذها بركة. هي قال لك خذي العفو. خذي العفو فتش عنه، وخذي العفو جاب لك العفو شيله منه طوالي. ما تحقق معه. ودي درجة عالية يعني، هو العفو ذاته ما درجات. واحد يقول لك يا اخي عافي لي، لا لا الا توريني قلت شنو، الا توريني عملت شنو. لا لا خذ العفو يا اخي. هو يكون ما عارف حاجة، لكن انت لما تقول له الفتى انت ايوه ايوه صحيح. فانت لما تقول لما تاخذ العفو سريع، الله بياخذ منك العفو سريع. سبحان الله. ايوه عشان كده انك عفو تحب العفو فاعفو عنه. ايوه فالبيعفو ربنا بيعفو عنه. وليعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الشيخ الكريم في هذه الآية المغفرة والعفو والصفح. نعم. هل بينهما كل مفردة عندها؟ أي هو الـ 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 المغفرة هي أصلا ستر، يعني ستر عن الشيء. طيب. والعفو التجاوز مش كده؟ عفا نعم. يعني أو محا يعني عفت الريح وعفى الدهر وعفى عليه الدهر وعفى يعني مسحه يعني طول الحكاية. ده أصلا الاستعمال اللغوي. والصفحة التجاوز. بعدين نشوف الصفحة دي بيجيبنا لإن الساعة لآتية تصفح الصفح. الصفح الجميل. يعني أنت لما تتذكر الساعة آتية أصفح يا أخي. يا الله. إن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل. مقابل أهوال القيامة كلها صفحة أيوة جميلة. أيوة أيوة. إن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل. يعني أعظم ذات تتزود به وتجي لربنا أنت صفحت عن الناس. الصفح الجميل. أي الساعة آتية دي واحدة. معنى جميل. المعنى الثاني. إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. انتظر حقك عند الله في الآخرة يوم القيامة. يعني أنت هسه بدل ما تشيله هنا في الدنيا، شيله يوم القيامة عند الله تعالى. فاصفح الصفح الجميل. يعني معنى جميل في الآية والله. سبحان الله. نعم. طيب شيخ الكريم، من سره أن يرفع الله قدره، يعفو عن من ظلمه. في دعانا شيخ الكريم، اللهم انصرنا على من عادانا. اجعل ثأرنا. نعم. واجعل ثأرنا على من ظلمنا. دم بالعموم. أليس في هذا شيخ الكريم؟ لا 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 دم بالعموم. انا عفيت. اي لا دم بالعموم يا ما هو في ناس انت تعفو عنهم ما يستحقوا العفو ذاته. في ناس انت تعفو عنه هو يمكر لك ويكيد. ده تخلي لي الله. عشان كده اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، حديث الترمذي عن ابن عمر. نعم. نعم. ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. في ناس اصلا ظلمونا ربنا ينتقم منهم بالعموم، يعني ما بالعموم
انه الله ينصرني على اعدائي، الله ينصرني على اعدائي. بعد ذاك الاعداء اذا زالوا الحمد لله، اذا بقي في اعداء الله ينصرني عليهم. اذا الاعداء زالوا وخلاص العداوه راحت دايرين يشمله. ايوه نعم. اذا الان العبد يكل امره الى الله سبحانه وتعالى. بعدين يا شيخنا ما اجباري انه انت تعفو عن الظلمك يعني. ما هو مرات واحد يقول لا انا والله داير بس حقي ده الله يشيله لي، لكن ما تعاقب المعاقبه بالمثل اختار العاليه مش كده؟ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر يعني حتى قالوا في تفسير الايه الله ادانا خيارين، ان عاقبت تعاقب زي ما وبعدين لاحظ قال عاقبتم فعاقبوا، قالوا ده تكريه عشان ربنا يكرهك. عاقبتم فعاقبوا، انت بتعاقب يعني الان. ما ان عاقبتم الاول ده ما عاقب، الثاني العاقب. عجيب سبحان الله، سماهم الاثنين عقوبه. ما وين عوقبتم؟ ايوه زي من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الثاني ما اعتدى، الاول البادي اظلم مش كده؟ لكن قالوا عشان ربنا يكره الناس فيها. ما يعني ما تختار الباب ده كده، اختار العفو. سبحان الله، الانسان يقرا الايه ويفهمها على نعم. عندك ايتين، عندك الثالثه جزاء سيئه سيئه الله سماها سيئه، الثانيه دي ما سيئه لكن الله سماها سيئه. كيف سبحان الله؟ يعني مهما تفعل في النهايه ايوه ما مشيت للجانب يعني اليمين يعني ده اعتداء. انا ما اختار الاعتداء يا اخواننا، عقوبه ما اختار العقوبه، سيئه انا ما اختار السيئه. عشان كده شوف ربنا قال للامه الخيار، قال ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، نعم. ولئن صبرتم لهو خير لهو خير، لكن انت اصبر. اصبر للنبي عليه الصلاه والسلام قال شنو؟ اصبر. انتوا يا ناس الامه كان عاقبتوا عاقبوا، كان صبرتوا اصبروا، والصبر يا خير، لكن ليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت اصبر يحقق انا. ايوه أصبر. انت ليك، انت ليك المكان العالي يعني. سبحان الله، اصبر ما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تخفي ضيق مما يمكرون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي اسرى بعبده. عجيب سبحان يعني الله. دي الدرجه العاليه ربنا اداك لها بهذا المقام العالي. طيب شيخ الكريم، الان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ابدل الله عبدا بعفو الا عزه. ايوه صحيح. الان شيخ الكريم، انا اذا مشيت لانسان اطلب منه العفو صعب امشي اذل له، يعني قد يوافق قد ما يوافق، يعني استسمحه اطلب منه الصفح، اطلب منه العفو قد يتمنع. نعم. ونحن عندنا الكلمة يقول لك والله لو بقى قبلة، لو بقى ما امشي له، يعني في كلمات يقول لك انا ما بزلل له، سبحان يعني هو غلطان امشي هزلل له. هذه المشكلة، تبقى المسألة هنا الشيخ الكريم الحديث عشان كده أبدل الله عبدا بعفو. ايوه عشان كده شوف الروايه الثانيه نفس الحديث. نعم. ما ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا اعزه الله. عجيب. نعم. ما ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا اعزه الله تعالى، نفس الحديث بس الروايات تختلف فيه. فظلم مظلمه صبر عليها ربنا بعزه، وفي النهايه الواحد ربنا العزه دي ما شهاده بالايمان مش كده؟ لله عزه ولرسوله. نعم. وللمؤمنين. فكلما صبر العبد عفا اصلح. ورد في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام ينادي مناد يوم القيامه فليقم من كان اجره على الله. الاجر كله على الله، تشريب الخلائق من وقع اجره على الله، فيتلى عليهم قول الله تعالى من عفا واصلح فاجره سبحان على الله. سبحان الله، للصائمين وللحجاج. نعم نعم. من عفا واصلح فاجره على الله، ما هو الأجر كله على الله، لكن من عفا وأصلح ده عنده وضعية خاصة. هذا فضل واحد في القرآن. نعم. يعني الأجر هو على الله. نعم. إنما يفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لكن ليس. نعم. أجرهم. أيوة. على الله. فقد وقع أجره على الله. نعم. وقع أجره على الله، فأجره على الله يعني هو الأجر كله على الله، لكن كونه يعني يميز بهذه الخاصية وهذا الذكر معناه درجة عالية، لأن زي ما أنت قلت يمكن العفو مرات بيكون صعب على الإنسان، لكن لما يتذكر الآخرة الأمور تمشي. نعم. عشان كده أنا دائما بذكر ناس الأرحام يا إخوان، يقول لك ما عارف بيت خالتي ما خشيته، وود خالي وود عمتي وعمي يا أخي الأرحام دي ما تعاملهم زي باقي الناس يا أخي، يعني بس لوجه الله تعالى لا ترضينا أن أصل من وصلك. نعم. وأقطع من قطعك، دائما تجاوز، دائما عفو، دائما والدنيا كلها ماشية، كلها ماشية لزوال سبحان الله، لكن يبقى لك الرصيد عند الله سبحانه وتعالى
في عفوك عن الناس وابتغاء ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كرمك الله شيخ الكريم. قبل أن نصل إلى ختام والسؤال الأخير في كيف ندرك في السودان، عندنا كلمة العفو في الأعياد في كل الأشياء. أي جميلة العفو، يعني بنطلب العفو دائما، العفو في لسانه. ممتاز جدا، بس عندنا غلط دارين ننتبه له. العفو يقول لك العفو لله والرسول. نعم. لا نقول لله، وقد تحمل العفو لله واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بس من باب إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، والعبادة كلها لله، يعني ده الأولى، ده الأولى. جرت على الألسن يا شيخ الكريم. أي والله يا ريت. استجابة لأمر الله. لو خلينا لله يكون كويس يعني. هي طبعاً ممكن تأخذ الوجهة الشرعية زي من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا عفو. أيوة. ماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. يعني تقدر تغلط الغلط الكبير ده، لكن دائما الواحد بيحاول يقفل الباب يا اخي ان شاء الله باب النقاش سعيد. ما افتح باب على الوجه النيه كده ولا كده. ايوه نعم ايوه نعم. والعفو كل لله اصلا، العفو لله وحده سبحانه، عباده قلبيه. أيوة العفو لله تعالى وحده، ربنا يعفو عننا جميعا. امين يا رب العالمين. امين. شيخ الكريم، في نقطه صغيره، كيف ادرب نفسي الان على انه انا اعفو؟ والله يا اخي انا اقول لك، بس لما تتذكر الحافز الكبير، تتذكر الحافز الكبير العظيم، وإنه لك العاقبة، العاقبة للمتقين، وإنك السباق. يعني صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لا يحل مسلم أن يلقى أخاه فوق ثلاث يلتقيان، يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فعرض هذا وعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. جاءت الرواية الصحيحة أيضا، صحها المنذر والألباني، فمن بدأ بالسلام فهو خير، فإن رد فاشتركا، رد اشتركا، وإن أبى باء بذنبهما. عجيب. ده شال ذنبه وذنب ده، زي ولد آدم قال لي إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون أصحاب النار. نعم. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، وأيضا رواية صحيحة المنذر والألباني رحمه الله تعالى، قال: ولا يجمع الله متشاحنين في الجنة أبدا. يا الله. ده عند الطبراني في الأوسط وعند الحاكم في المستدرك. يعني اثنين متشاحنين الله ما يجمعوا في الجنة. يا أخي مسألة صعبة والله. في الجنة نزعنا من صدورهم من غل. أيوة. بس دي الآية اللي جايت مع الحديث ده. للآية اللي جات مع الحديث. عجيب. يعني إذا بقى في الصدر غل ما مشكلة. عشان كده نزعنا ما في الصدور من دي، بتبدأ من الدنيا هنا. الحديث فيه المقال، وكثير من أهل العلم صححوه في المسند والسنن، حديث عبد الله بن عمر، مش كده، إنه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. نعم. أو ابن عمر أو ابن عمر. فقال في النهاية قلبه ما فيه حقد على أحد، يعني قلبه نظيف. وده شأن النبيين رضي الله صلوات الله سلام عليهم أجمعين. ربنا يجعلنا في زمرة النبيين والصديقين إن شاء الله والصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. أكرمك الله شيخ الكريم، ولولا أن المخرج أصر علينا في هذا الفاصل لاستفسرنا في هذا الحديث الماتع. عسى الله سبحانه وتعالى أن يذهب بحر صدورنا، ويجعل قلوبنا كأفئدة الطير، ويجعلها خالية فيها من العفو والصفح ولطف الله سبحانه وتعالى. شيخ الكريم، أكرمك الله شيخ الكريم الدكتور محمد الأمين إسماعيل على هذه الكلمات، ونصر أن ينفعنا بها ويرفعك الله سبحانه وتعالى بها. إذن أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، فاصل قصير بعضه نواصل حلقتنا مع شيخنا الكريم الدكتور محمد الأمين إسماعيل، ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام تظهر تباعا على الشاشة 0183 43 87 99، أو 0183 43 14 88. فاصل قصير بعضه نواصل، ابقوا معنا. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.